بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. في مجموعة لاحم ما شاء الله عليهم يورو بيجون. لو دخلت على الموقع بتاعهم هتلاقيهم بيكتبوا يورو بيجون. ده ختم الشركة يا أستاذ أحمد. وده الرقم بتاعه، ده مختوم في الجناح ما ينفعش يطلع. ده الختم في الجناح بيتحط على الحمام وهو لسه عمره صغير. ايوه الدبله دي بتاعتهم زي الدبله اللي بتتلبس في الرجل، بتتلبس هنا في الجناح، مش زي الدبله اللي عندنا اللي هي فك وتركيب. أيوة. دي دبل كبس. الدبل دي غير الدبل اللي عندنا، دبل كبس. دي يعني ما تدفعش تتفك؟ لا بتتفك، بس صعبه ان هي تتفك، مش زي الدبل بتاعتنا، وخامه تخينه شويه. تمام. ده الحمام اللي جاي من فرنسا مباشره. تاني موجود عندنا حوالي 60 جوز حمام شغال بولاده وبيضه. اللي عايز حاجه، بس انا عايز جماعة. افضل ان واحد يجي يقول انا هاخد حمام كله، لان انا مسافر ومش يعني الاستاذ احمد يفضل اللي ياخد البيعه ياخدها على بعضها، يكون افضل علشان هو مسافر يعني بعد رمضان. يا استاذ احمد ان شاء الله في رمضان، في خلال رمضان يعني يسافر ان شاء الله في رمضان باذن الله. باذن الله. الاستاذ احمد بيحط الاكل في الاكاله. بسم الله ما شاء الله. نقرب عامل الكلفه، نشوف كده الكلفه اللي بتاكلها يا استاذ احمد للحمام. ذره عويجه، ذره صفراء، غله، فول صغير، فول حمام طبعا، بسله بيضه، عدس. بس انا ما بحطش البسله البيضه ده يا استاذ احمد، بسله خضراء. بقول لهم ما يحطوش البيضه دي، يعني البيضه عشان ارخص. البيضه عشان ارخص إسهالات. بجد يعني الخضراء هي اللي تعمل اسهالات؟ لا هي مش اسهالات، هو بتدي اللون الاخضر بتاعها. يعني الناس بتفكروا ان هو اسهال، لكن هو اعتبر مش اسهال. لا طبعا شعير ورز شعير. رز شعير على فكرة انا قلت عليه ان هو بيدوب دهون ويخلي الحمام يبيض، الحمام العطلان. يعني حتى لو احنا بصينا هنا كمان الحمام اللي هو بتاع الشركة الفرنسية الطاجن بتاعه فاضي، هو مش فيه حاجة. وتحته زغاليل. ما شاء الله. مرة واحدة بس ما شاء الله. الاستاذ احمد بيأكل زينا اهو مرة واحدة، عشان لما قلت ايه اجوع الحمام تاخد زغلول قوي، الناس برضو في ناس مش مصدقة. مرة واحدة بس وقبض تقيل. الشوية عشان تحتهم زغاليل. الشوية الصغيرين عشان الزغاليل، لكن كل فرد قبض تقيل. الناس هتسأل أنا مش منظف ليه؟ أنا لسه جاي من إجازة من السفر. محدش خد باله. أنا لسه جاي، لا أنا بقول للناس أهو الحمد لله أنا عندي. هو الأستاذ أحمد ما كانش فاضي يعني جاي من السفر، فربنا يعينه إن شاء الله على المكان. ربنا يعينك يا أستاذ أحمد. ده طبعا للأكلات دي للحمام اللي هو سايب في الأرض. تعب السلكات في الكمية الكبيرة، عايزة عمال عشان تأكل فهو فتح لهم. هو طبعا السلكات بتاعتهم موجودة، بس هو فتح لهم ان هم ينزلوا يأكلهم ويطلعوا تاني. حتى في حمام بايض هنا، هو في حمام حتى مبائس في الأرض اهو. انا بقول له انقل الطاجن ده هنا، ان شاء الله ربنا يعينه ويعمل كل حاجة. بيطارد برضه اهوت، يا اما شغال يا اما بيطارد، يا اما تحته زغاليل يا اما تحته حصى. ما شاء الله. وده كمان حمام تحته زغاليل. ده كمان حمام تحته زغاليل. كل الحمام ده للبيع. موجود حوالي 60 قص، 65. الغالبية تحته بيض، يا اما تحته زغليل يا اما بيطارد. 60 قص او 65 قص في الحدود دي. تمام. شغالين او اول شغلهم او تحتهم حصى او تحتهم زغليل. واللي هيجي ياخد المجموعة على بعض هنديله سعره كويس في الحمام ان شاء الله. ان شاء الله. باذن واحد احسن. باذن الله. تحب تقول سعر ولا بعد ما يجي؟ ما فيش مشكلة، انا عندي الموضوع واضح وبسيط. انا اصلا انا ببيع الحمام، انا من الناس اللي لسه محافظة على سعر الحمام، يعني ببيع جوز الزغليل ب 175. وببيع الحمام الشغال بولاده ب 450 او ب 500. الشغال بولاده. بس انا عشان هبيع المجموعة على بعض، اللي هيجي ياخدهم هديله جوز على 250 جنيه. اللي هياخد الحمام على بعضه 250 جنيه. زغاليل ببيض. تمام. وانا عندي هنا ما شاء الله الفقاسه، يمكن حضرتك شفتها مليانه بيض. تمام. ربنا يبارك لك. فقاسه ايه؟ هنروح نشوف الفقاسه. استاذ احمد يعني بيعلمنا طريقه جديده. بناخد البيض من تحت الحمام. الفقاسه اهي. الفقاسه بيحضن البيض فيها. وبتعمل فيها يا استاذ احمد بعد كده؟ باخد البيض دي، انا بقى تجربه انا جايبها من تايلاند. بعمل ايه؟
البيض يفقس او واخد البيض والاقي جوز البيض بتاعهم عمر 10 12 يوم. تمام. البيض بتاعهم عمر 10 12 يوم بعرفها منين؟ من اللون. ايوه بيبان بيبان. بقوم واخد البيض بدخله الفقاسه وحاطط لهم الجوز الزغليل مع القش ياكلوه بعد 10 12 يوم. ما شاء الله. اوريك تجربه. وتاخد البيض تحطه هنا. واخد البيض بتاعهم احطه هنا يفقس يطلع ومدور على بعد 10 12 يوم يعني مش 18 يوم. امبارح بالليل انا حاطط البيض دول. ما شاء الله. واخد بيضهم. هنروح للجوز اللي الاستاذ احمد قال عليهم. والجوز دول نفس الكلام. الجوز دول نفس الكلام. انا اخدت بيض الجوز وحطيت مكانهم زغاليل. البيض ده طالع في الفقاسه. ده طالع الزغاليل في دول كانوا بيض في الفقاسه امبارح او من يومين. اول امبارح. شوف الزغاليل اللي طالعه في الفقاسه. شوف دول انا واخد بيضهم. تمام. دول انا واخد بيضهم لسه القش كمان اهو. دول طالعين امبارح بالليل في الفقاسه او امبارح العصر. خدت بيض الجوز ما شاء الله والاهالي اكلهم. خدت بيض الاهالي حطيتهم في الفقاسه وحطيت لهم جوز زغل بس. كان البيض بتاعهم عمره قد ايه؟ 10 12 يوم. من 10 12 يوم والحمام ياكل على طول. امال احنا بنقول ان انت هتغير فكرنا خالص. ايوه طبعا. تغير فكرنا كده. لازم تحط له القشر معاه عشان تضحك على الحمامه ان البيض فقس. فبتضطر تاخد القشر ترميه وتعرف ان تحتها زغل. بيحط الزغاليل وبيحط لها القشر كمان علشان يفتكروا ان هو البيض فقس. المعلومه الثانيه اللي ناس كتير من الغواة المحترمين وكلهم على راسهم بتعلم منهم كلنا بنتعلم من بعض. تمام. بيقولوا ان الحمام ما بيعملش لبا الا عمر 18 19 يوم. من احنا كلنا بنقول كده. لا من عمر 7 8 ايام الحمام بيبدا يكون اللبا. 7 8 ايام. 7 8 ايام يبدا يكون اللبا. هنجرب. هنجرب الحكايه دي. عمر 10 ايام او 12 يوم او 9 ايام مش هتفرق. كمان البيض الغامق. طبعا بس الشرط ده شرط ان الحمامه تكون حنينه. ايوه. الحمام اللحم حنين. اللحم معروف ان هو حنين. تدي لبا ما تديش دوره خشن. لا لبا. لبا. بتدي لبا. على مسؤوليتك الكلام ده قدام الناس طبعًا. اللي بتشوفها طبعًا. لو حضرتك بتنتظر دلوقتي انا جاي لواحد صديق احمد بحيري من المنصوره. تمام. جاي دلوقتي عشان هنتكلم في الموضوع ده وهيشوف الحمام اللي جاي من فرنسا. هو برضه مش مصدق الحكايه دي. ونوري الناس برضه الحمام اللي جاي من فرنسا. انت جايب لنا التجربه دي من الكويت ولا متعلمها هنا؟ دي من تايلاند. والله انت رحت تايلاند؟ لا فيديوهات شايفها. انا شفتهم عاملين عجينه كده بياكلوا بيها زي حاجه بني كده ما اعرفش دي ايه. دي الجزء اللي قدامنا دول حمام لاحم من الشركه الفرنسيه الام. هنشوف كده من الشركه الفرنسيه الام تحتهم جزء زغليل عيالهم اهو. ده حمام فرنساوي برضه. فرنساوي يتسمى فرنساوي احمر. ودي دبله الشركه الفرنسيه. الدبله دي كبس. تتكبس كده في بعضها مش زي الدبل بتاعتنا اللي فك وتركيب. وهنا لو بصينا في الجناح الختم بتاع الشركه الفرنسيه. ختم الشركة يا في جماعة. الجناح محفور جوه الجناح. شوية ركزها كده شوية. محفور جوه الجناح. ما ينفعش يتخلع. بتاع الشركة ختم الشركة الفرنسية. ما شاء الله وتحته كمان حصى اهو. بس ده مش للبيع. بسم الله. ده حاجة غالية يا جماعة مش للبيع للعرض بس. ودي فردة أبيض من حمام الشركة الفرنسية. جاي من فرنسا. طبعا الحمام ده مش للبيع بس احنا عشان ده مصطفى عندنا منورنا. ربنا يكرمك. والمتابعين بتوعه عاملين له ربنا يبارك فيك يا رب. دي بتاعت الشركه الفرنسيه. الارقام استنى كده تاني معلش بعد اذنك. ده ختم في الجناح. استنى سيبها. ده ختم الشركه الفرنسيه يا جماعه اهو. الجناح اللي جاي من فرنسا مباشره. مش اللي فاقس هنا مش عندنا. مش انتاج من هنا. ده مش طالع هنا بس بسم الله ما شاء الله. حجم تاني حاجه تانيه غير ولو اللي دخلت على موقع الشركه الفرنسيه هتلاقوا بيكتبوا يورو بيجون. يورو اي يو ار او اي يو ار او بي اي جي. طيب يا استاذ احمد تحب تقول حاجه للناس؟ والله انت شرفتنا يا حبيبي مصطفى. وربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. وسعداء بمعرفه حضرتك والله. ربنا يبارك فيك. طب بص على الناس بقى قول لهم بقى يعملوا لايك للفيديو ده عشان ما حدش عايز يعمل لايك ولا حد عايز يعمل حاجه ابدا. الحاج مصطفى بيدي معلومات للناس. ربنا يبارك فيك. بيساعد الناس من غير اي مقابل. انا متابع قناته عن نفسي من زمان والله. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. ربنا يبارك فيك.